من آدم إلى قيام الساعة، لا يوجد طلب واحد من العباد يرفع إلا ويعطى. عفوا مخاطر، في ناس يدعون ويجيهم الشيء جميل. أنا الآن دعيت قلت يا رب أريد الوظيفة الفلانية، حلو، ما حصلت عليها. أوكي، ما حصلت. ثاني يوم دعيت، بعد ما حصلت عليها. ثالث يوم دعيت ورحت الكعبة، عند الكعبة ودعيت، والله ما أعطاني إياها. أيوة أيوة، أنت تو تقول كلها مستجابة. شو اللي صار؟ أحد ثلاث أنواع، مجرد ما أنك وفقت للدعاء، ترى الدعاء توفيق من الله. هل هو أجر عفوا؟ هل الدعاء أجر؟ لا، عبادة. وثلاث أنواع، إما أن تدعو بأمر فيعلم الله أن فيه خير فيعطيك، فالله قادر على كل شيء، وقد يعلم الله أن هذه الوظيفة تضرك وأنت لا تعلم فيحجبها عنك ويصرف عنك سوء. والثالثة يؤخرها لك يوم القيامة. اسمع هنا يا عادل،